الأخ كورولوس من كندا. أهلا وسهلا أخ كورولوس، أنت معنا على الهواء، تفضل. أهلا بيك، أهلا بيك وأهلا بالأخت رشا. أهلا بيك. أنا كورولوس من خلفية إسلامية، لي حوالي 6 سنين وشوية. أهلا وسهلا أخ كورولوس، حابب أشارككم في الموضوع الفداء. والأخت رشا في الأول اتكلمت عن الفداء في قبل معرفة رب المجد يسوع المسيح وكده. برضو أنا بالنسبة لي كان الفداء هو يعني أكتر شعار في المظاهرات، يعني كان يطلع يقول الروح بتتم من فديك. فلسطين بيستعملوها كتير، بيكون دايما لشخص أعلى في السلطة وفي القيمة، ووقت الجد كله بيجري يعني. بس مش مشكلة، المسيح بس هو لما قال نفذ، المسيح بس هو اللي حبني لدرجة ان هو يقدم علشاني الفداء فعلا. الفداء هو دليل محبته اللا محدودة. انا في الاسلام ما كانش عندي اله محب، انا في الاسلام عندي حد بيخوفني وبيقول لي انت علاقتك بيا تعبدني، ما فيش اكتر من كده، ما عبدتنيش هيحصل ويحصل ويحصل. وكل اللي بيقدر يقدمه لي يعني هو اللي بيقدمه للحيوانات يعني، سوري في اللفظ يعني، ما فيش فرق اكل وشرب ونوم، ويعني دي النعم اللي هي اللي حواليا. وبيبعت مندوبين كل شويه اللي هم المفروض الانبياء يعني، يقولوا ان انت اعمل كده. يعني هو علاقته ان هو اكتر حاجه يقدر يعملها ان هو يبعت مراسيل، يعني ده ما فيش حاجه شخصيه بيني وبينه، هو بيبعت لي حد بس يقول لي انا موجود، يخوفني شويه وانتهت العلاقه بكده. انت اشتغل بقى كويس، اعمل كده، ده اللي بيني وبينك، ولو ما عملتش كويس كمان انا هبدلك كتير، يجي لك وحاجات. المفهوم ده هو كل دي المفاهيم ده هي اتغيرت في المسيح. انا لما عرفت الاب، عرفت المحبه، عرفت اللي قدمه علشان، عرفت اللي اتحمله علشاني، عرفت ازاي العلاقه الشخصيه بتكون، ازاي اللي قدمه غير محدود. بحس الشيطان وقت ما يقول لي ان الخطيه بتاعتك دي كبيره، اقول له لا، انت مش عارف الهي، الهي غير محدود، خطيئتي مهما كبرت هي ما تساويش قدام نقطه دم واحده من دم المسيح المتحد بلاهوته. كان ليا يعني النهارده يمكن لما عرفت ان انا هتكلم هشارك في البرنامج، جالي التامل على فكره الفداء او كده، ان يعني ازاي كل ازاي هو فدى عن كل واحد مننا. انا تخيلت ان احنا دلوقتي كل شخص فينا ليه صليب محطوط باسمه، الارض مزروعه صربان لكل شخص. المسيح في يعني الصربان دي كلنا لازم نعدي عليها لو حبينا نطلع، ومحدش فينا يقدر يعدي عليها لان كلنا مالناش الطبيعه اللي تقاوم الموت. المسيح في صليبه جمع كل هذه الصلبان، جمع كل هذه الالام، المه كان المنا كلنا اللي كان المفروض نتحملها على الصلبان بتاعتنا. عشان كده كان الالم مش الم شخص محدود في وقت معين، لا، دي المنا كلها قد اكمل عننا كلنا. مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت فعلا. انا المسيح صليبه هو صليبي، وصلبان كل دي متقدمه في صليب رب المجد يسوع المسيح، متحمل كل ده لاجلي ولاجل كل واحد بيقبل النعمه بعد كده، يقبل عمله الغير محدود. يعني مش عايز اخد الخلقات وقت طويل، بس يعني انا ربي يباركك يا كورولوس ويستخدمك، واحنا بنفرح اما بنشوف عمل الرب في حياة الناس اللي بتتغير، بنشوف قد ايه الرب بيعمل وبيغير، وحياة الناس بتختلف بعد ما بيقبلوا عمل الفداء العظيم اللي عمله المسيح على الصليب.